انا جيت سعيد الحقيقه بالتشريف ديال السيد الوزير يعني اليوم باعاده يعني الثقه في شخصي المتواضع بتعييني لمنصب مدير التجهيزات المائيه بالمديريه العامه لهندسه المياه بوزاره التجهيز والماء. اتمنى ان شاء الله ان اكون انا لهذه الثقه وان اكون عند حسن ظن السيد الوزير. فكما تعلمون فان قطاع الماء بالمغرب يعني يعاني من صعوبات كبيره وتحديات اكبر، حيث أن توالي سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية فهو أدى إلى ضغط كبير على الموارد المائية بالمغرب. لذلك إن شاء الله فسوف أعمل جاهدا إن شاء الله بتعاون مع يعني الفريق مديرية هندسة المياه المديرية العامة لهندسة المياه من أجل يعني تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتسريع وثيرة إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء صالح للشرب ومياه الري 2020-2027، وكذلك تعليمات السيد الوزير القاضية خاصة يعني تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المائية التي هي طور الإنجاز والتعجيل بإطلاق المشاريع المبرمجة.